الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سنكمل بإذن الله تبارك وتعالى بقية قصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقصة يوسف سماها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بأحسن القصص. سنتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن محنة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز. أقام يوسف عليه السلام في بيت العزيزة مصر ووزيرها منعما مكرما، وكان فائق الحسن والجمال، فلما شاب وكبر أحبته امرأة العزيز حبا جما وعشقته، وشغفها حبه لما رأت من حسنه وجماله الفائق. وذات يوم، وقيل كان عمر يوسف عليه السلام 27 سنة، ما أرادت امرأة العزيز أن تحمله على موقعتها، وما يريد النساء من الرجال عنوة وهي في غاية الجمال والمال والمنصب والشباب، وغلقت الأبواب عليها وعليه، وتهيأت له وتصنعت ولبست أحسن ثيابها وأفخرها، ودعته صراحة إلى نفسها من غير حياء، وطلبت منه ما لا يليق بحيلة ومقام. المقصود أنها دعته إليها وحرصت على ذلك أشد الحرص، ولكن هيهات هيهات، وهو النبي العفيف الطاهر المعصوم عن مثل ذلك الرذائل والسفهات والفواحش، وهو نبي من سلالة الأنبياء الذين يستحيل عليهم الرذائل والفواحش. لذلك أبى يوسف عليه الصلاة والسلام ما دعته إليه امرأة العزيز، وامتنع أشد الامتناع، وأصر على عصيان أمرها، وقال: معاذ الله، أي أعوذ بالله أن أفعل هذا. ثم قال لها: إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. سورة يوسف. يريد أن زوجها صاحب المنزل سيده. وهنا يا اخوانا الرب احسن مسواي، رب هنا يعني صاحب المنزل، يعني كلمة رب تنفع تطلق على البشر عادي، انما اله لا، يعني رب المنزل، رب الابل، الرب هنا يعني الصاحب، اما كلمة اله لا تطلق الا لله عز وجل، كلمة الاله لا تطلق الا لله عز وجل، لان الاله من توحيد الالوهية، أما الرب من توحيد الربوبية، وهناك فرق بينهم كبير. يعني كلمة رب ينفع رب الإبل، رب البيت، وهكذا يعني، إنما الإله لا تجوز أن تطلق لأي إنسان على الإطلاق، إنما هي لله عز وجل فقط. فقال يوسف عليه السلام، فقال يوسف عليه الصلاة والسلام يريد أن زوجها صاحب المنزل سيده، أي بحسب الظاهر للناس أحسن إلي وأكرمني عنده وأتمنني فلا أخونه في أهله، وأن الذي تدعينني إليه الظالم الفاحش ولا يفلح الظالمون. يقول الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. سورة يوسف. وإمام أباء يوسف عليه الصلاة والسلام عن مطاوعة امرأة العزيز، وأمام عفته وإصراره على عدم الوقوع معها في الحرام، ازدادت هي إصرارا على الهم بالرذيلة، فأمسكت به تريد أن تجبره على موقعتها وارتكاب الفاحشة معها من غير حشمة وحياء، فصار عليه السلام يحاول التخلص منها، فأفلت منها يده فأمسكت ثوبه، يعني هي اللي أمسكت ثوبه من خلف،
فتمزق قميصه وظلت تلاحقه وهم يستبقيان إلى الباب وهو يريد الوصول ليفتحه ليتخلص منها ليدفعه إلى ذلك الخوف من الله عز وجل ومولاه، وهي تريد أن تحول بينه وبين الباب لتدفعه إلى ذلك الشهوة الجامحة، واستجابت لوسواس الشيطان. وفي تلك اللحظات وصل زوجها العزيز فوجدها في هذه الحالة، فبادرته بالكلام وحرضت عليه وحاولت أن تنسب إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، محاولة إغواءها والاعتداء عليها، مدعاة أنها امتنعت وهربت منه، فنسبت إلى يوسف الخيانة وبرأت نفسها. لذلك رد نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام التهمة عن نفسه وقال: هي راودتني عن نفسي. يقول الله تبارك وتعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي. سورة يوسف. وأما قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، سورة يوسف، فمعنى أن امرأة العزيز همت به تدفعه إلى الأرض، يعني امرأة العزيز الهم هي همت به أن تدفعه إلى الأرض لتتمكن من قضاء شهوتها بعد وقوعه على الأرض، وهو هم بأن يدفعها. سيدنا يوسف هم اللي هو يدفعها مش هم بها، لأن الأنبياء مبرؤون من الرذائل ومن الكبائر ومن الفواحش، وهو هم أن يدفعها عنها، أن يدفعها عنه، هو هم اللي هو يدفعها عنه ليتمكن من الخروج إلى الباب، ليتمكن من الخروج إلى الباب، لكن لم يفعل هو، لأن يعني هو ما رضيش يهم بها اللي هو يدفعها عن نفسه. ليه؟ عشان هو لو هم مثلا وقام ضربها أو خبطها أو هي برضه في الحالة دي هتتهمه وهيبقى عندها الحج. طب هو الحل يعمل إيه؟ وهو ده برهان ربه، يعني اللي هو يهم ينصرف عنها ولا يلمسها، ينصرف إلى الباب. هو دي هم يوسف عليه الصلاة والسلام، أن ينصرف نحو الباب وإلى الباب وما يجيش يمتها خالص. ولكن لم يفعل لأن الله ألهمه أن لو دفعها لكان ذلك حج عليه عند أهلها، بأن يقول إنما دفعها ليفعل بها الفاحشة. وهذا معنى قول الله عز وجل: لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أن رأى برهان من الله عز وجل دفعها، فلم يدفعها بل أدار لها ظهره، بل يوسف عليه الصلاة والسلام أدار لها ظهره، أدار لها ظهره ذاهبا إلى الباب فلحقته فشقت قميصه، هي لحقته فقامت شق قميصه من خلف، فكانت دليل والحجة عليها، ولو ضربها ودفعها لكان ضربه ودفعه إياها حجة لها عليه، لأنها تقول: راودني فضربني. والذي يجب أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى عصم نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام ونزهه عن الفاحشة وحماه عنها وصانه منها، كما صان وعصم سائر أنبيائه ورسله عليهم جميعا الصلاة والسلام، لأن الأنبياء كلهم كما أجمع علماء المسلمين أنه لا تجب للأنبياء لأن الأنبياء كلهم مبرؤون من الفواحش الصغيرة والكبيرة، فيستحيل عليهم الرذائل والسفاهة والجبن. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في حق يوسف عليه الصلاة والسلام نافيا عنه السوء والفحشاء ومطهرا إياه من قصد الفاحشة وإلهامه بالبعد عن الزنا والفواحش:
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. سورة يوسف. لذلك لا يصح ما يروى عن بعض المفسرين أنه حل السروال وقعد منها مقعد الرجل من امرأته، يعني بعض المفسرين قالوا كده، حتى منهم تفسير الجليلين، فهذا طبعا مش وارد ولا يجوز شرعا وما فيش دليل على كده، فأن هذا باطل لا يليق بنبي من أنبياء الله تعالى. وكذلك ما في تفسير الجليلين وغيره أن يوسف عليه السلام قصد الزنا بها، طبعا هذا ما فيش دليل عليه، وهذا كله كلام إسرائيليات، ولا وأي نبي مبرأ من الفواحش، بل مبرأ من الصغائر فضلا عن الكبائر. أن يوسف عليه السلام قصد الزنا بها، فإنه لو كان حصل هذا من يوسف لكان فيه دليل على العزم، يعني ما فيش دليل على كده. والأنبياء صلوات الله عليهم معصومون من العزم على الزنا والفاحشة ومقدمتها، يعني حتى مقدمات الزنا والفواحش الأنبياء معصومون عنها. قال الله تعالى في بيان براءة يوسف عليه الصلاة والسلام: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. سورة يوسف. يعني هي اعترفت اللي هي التي راودته عن نفسها، عن نفس يوسف عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل عصم الأنبياء جميعا من الصغائر فضلا عن الكبائر. وبإذن الله عز وجل سنتكلم في اللقاء القادم عن تبرئة يوسف عليه السلام مما اتهمته به امرأة العزيز. ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وجزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم البلاد والعباد، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.